مساء الخير عليكم وعلى كل اللي بيتابعوني. النهاردة زي ما احنا طبعا شايفين قدامنا كرومبا، فاحنا الوصفة النهاردة بتاعتنا كل التكات بتاعت المحشي بكل انواعه، الكرومب وورق العنب والبتنجان والكوسة. هجيب لكم التكات بتاعت كل نوع محشي، ايه كل واحدة لوحدها. دلوقتي احنا بنتكلم على الكرومبا، انا مش بتكلم في المكونات لسه بتاعت الخلطة خالص، انا بتكلم ازاي تشتري كرومبا كويسة. الكرومبا دي مش كبيره قوي، عشان انا بس هعمل اكتر من نوع، فايه مش جايباها ايه كبيره قوي اهي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، بصوا لونها عامل ازاي. اهم حاجه بقى في الكرومبا عشان انت تشتري، اول حاجه شايفين القعده بتاعتها مبططه، شايفين ادي دي القعده بتاعتها، هتعرفيها ازاي اهي وانت حطاها كده تبقى قاعده ما تبقاش ببوز. اللي ببوز دي تعرف ان الورق بتاعها تخين ومش كويس. الكرومب بالشكل اللي انا بقول لكم عليه ده لما بتكون مدوره، ده معناها ان هي بتبقى بلدي، ما بتبقاش بط، الورق بتاعها رفيع. بصوا زي ما انتم شايفين الورق بتاعها رفيع مش معرقه، اللي معرقه دي بتبقى مرره، بيبقى اسمها الكرومب البط. هو في الغالب بيبقى في الصيف او من اخر الشتاء في الصيف، وبيبقى صوب مش بلدي. الورق الكرنب البلدي بيبقى الورقه بتاعته رفيعه وبيبقى معسل في الاكل. تاني حاجه ما تكونش فيها اي تخريم خالص، التخريم ده معناه ان هي بيبقى فيها دود، دي طبعا حاجه مش كويسه. طبعا الدود ده يعني ممكن يبقى فيه يرقات، فطبعا دي حاجات ايه مش كويسه خالص. ثانيا بيضايقك لما بتيجي تسلقيه، فلما بيبقى مخرم ما بتعرفيش تعملي تطلعي منه ورق كويس. حاجه كمان بصي، لما تطبلي عليها تسمعي لها صوت كده، فده معناه بس برده ما تبقاش فاضيه، يعني لما تتكي عليه ما تبقاش فاضيه، وما تبقاش مش عايزاها برده مكبوسه، يعني لما بتبقى مكبوسه دي برده ايه، ده نوع كرنب مش حلو. وكل ما بيبقى فيها لمعه تعرفي ان الكرنبايه بتاعتك صبحه. لما بتبقى دبلانه بتبقى الورقه دي مش صبحه وبتتهري منك وانت بتسلقيها. دي الحاجات كلها اللي انا بقول لكم عليها اللي هي للكرومب علشان تقدري تشتري ايه كرومبا كويسه. يلا دلوقتي هوريكم بقى التكايه بتاعه تقطيعها، اسهل تكايه لتقطيع الكرومب. انت ممكن في ناس بتعمل بتقطع العروق من هنا وتطلع الورق كله وتسلق الورقه كامله، لا احنا مش هنعمل كده. يعني دي وصفه انا كنت بعملها الاول زمان، بس بعد كده بقى عرفت وصفه تانية هقول لكم عليها. يلا بينا نشوف. بصوا دلوقتي هنقطع الحته اللي هي بتاعه الراس بتاعتنا دي، ليه؟ علشان نقدر ننيمها كده وايه وتبقى سهله معانا. ماشي، ادي عندنا الكرومبا بتاعتنا اهي. هتعملي ايه بقى؟ بصي هنجيب، شايفين احنا دي تلتين الكرومب، احنا هنقسمها ثلاثه، هنقسمها ثلاثه لان الكرومبيه دي مش كبيره، فالقطر بتاعها مش كبير. لو هي عندي كبيره هنقسمها ثلاث فتحات، فهتديني اربع اجزاء من ورق الكرومب. دي هنقسمها اتنين بس، فهتديني تلات ايه جوانب بس. اهو هناخد اول جنب، مش هنوصل ايه للاخر دلوقتي، الفها كده وانا ماسكاها واجيب الجنب ده واروح اقطع زي ما قطعت هناك. اصبح عندك الكرومبا بالشكل ده، اروح لفه كده تاني وانا ماسكاها واقطع كده. حاولي ايه انت توزنيها بعينك اهو. اهو برضو مش هوصل للاخر خالص. بعد كده اهو اصبح ورق الكرنب عندك بالشكل ده اهو. شايفين الكرنبايه بقت ازاي؟ اجزاء، ادي ده جزء وده جزء وده جزء وده جزء. دي هتسهل عليكي جدا تقطيع الكرنب.
هنبتدي بقى نبعدهم عن بعض اهو. ادي ده بقى عندي جنب اهو بس كده. نغسلهم بقى عن الكرنبة. اهو وده جوز وده جوز. شايفين الورق عامل ازاي؟ وده هيبقى الشكل بتاعه كمان بعد ما نسلقه. اهو ده جوز، دي الحته بقى ايه اللي في النص اللي فيها الراس اهي، دي هنفصلها كده. بصوا كل دي ما فيهاش ورق، مش عايزينها يعني اهي. بصوا اهو، بص رصة الورق بقت عندنا عاملة ازاي. اهو انا وريتكم اهي الخطوات بالظبط اهو. ده برضه انا مش عايزاه، اللي عايز يقطع الورق ده ويعمل منه سلطة كروم حلو جدا، مفيش مشكلة اهو. ثواني اصبح عندي الكرنب بتاعي اهي، دي كده اهي وده اهي. بصوا بقى اصبحت الكرنب عندي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. هنكون احنا بقى محضرين ميه بتغلي جدا، هنحط فيها شويه زيت، وانا بحب احط شويه خل لان طبعا الكرنبه دي في الارض، فعلشان انا برضو انا بحب استخدم الخل جدا انه بيطهر كل الميكروبات بتاعتنا، بحط برضو شوية خل ويدوب هتشم النار بس المية المغلية يعني يدوبك هحط الورق واشيله ايه على طول، لان الورق ما شاء الله بص اهو صابح وجميل، هو يدوبك بس هيتحط في المية المغلية واشيله ايه على طول. يلا بينا بقى نعمل كده. بصوا ده شكل الكرنب بتاعنا بعد ما قطعناه اهو. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، بصوا مترصص عامل ازاي. ده بيسهل عليكي جدا التقطيع وبيوفر في الوقت اهو. بصوا كله برصته، ودول بقى كم قطعة كده انا طلعتهم، بيبقى اللي هو التخين الاخضر ده في الاخر. الغرض منه ايه بقى؟ ده انا هديله برضو نفس مدة السليق بتاعت الكرنب العادي، بس اللي انا بحب افرشه تحت في الحلة من تحت. في ناس بتحط عروق، انا جربت حطيت العروق دي وحطيت عليها الكرنب بتاعي، العروق دي بتفضل تجيب في ميه، فالميه دي بتفضل موجوده يعني بتخلي المحشي ما بيستويش بسرعه يعني، او مش ما بيستويش بسرعه يعني، انا ما بعرفش اقدر الميه بتاعتي، لان انت لو حطيتي ميه زياده في الكرنب بيبقى ايه مش حلو. هو الكرنبايه حلو ان هو زي بالبلدي كده بيقولوا بيتسقسق، فانا هوريكم لحد المرحله لحد السوى. فلما حطيت بقى العروق، العروق دي بتفضل تزود في الميه في الميه، حتى بعد ما انا طفيت على المحشي لقيت الكام صف اللي من تحت بيشين، فما عجبتنيش خالص فكره العروق. فبما اني بقول لكم الوصفات بتاعتي من الاخر بعد ما انا جربت كذا حاجه، انا بقول لكم والله جربوا فكره ان انتوا تحطوا ورق، ما تحطوش بصل ولا تحطوا، ممكن تحطوا الورق ورشة خضرة من تحت بتدي طعم في المحشي حلو جدا يعني. الرشة مش بتبقى علشان تحمي الطبقة الاولانية في المحشي، لا، الخضرة بتبقى علشان بتدي نكهة جميلة، لكن فكرة الورق اللي انتوا بترصوه في الاول وهنشوفه هنعمل فيه ازاي، دي بتبقى احسن من فكرة ان انت تحطي العروق. يلا بقى دلوقتي علشان هقول لكم المقادير بتاعت المحشي وبعد كده نسلق الكرنب. دلوقتي دي المكونات بتاعتنا، احنا معانا اهو دي كمية البصل اللي انا بحتاجها، تقريبا 6 بصلات. وعايزة اقول لكم يا جماعة المحشي من الاكلات اللي بتحب البصل جدا، يعني 6 بصلات ايه متوسطين. ودي الزبدة
ودي واحده فلفل رومي وثوم مفروم وده جنزبيل احنا لسه طبعا ايه هنفرمه. وعايزه اقول لكم يا جماعه اللي حابب يجيب الجنزبيل ويشيله في التلاجة، لو التلاجة بتاعته كويسه ما يحطوش في الفريزر، لانه في الفريزر بيفقد كتير قوي من طعمه وبيبقى يعني مهري، ما تعرفيش حتى تبشريه، بيبقى مهري جدا. يعني انا بصوا دلوقتي انا جبت قطعه كبيره شلت منها قطعه صغيره وايه وقشرتها وسايباها في كيس ايه في الثلاجه، وهي زي ما انتم شايفين زي ما هي بريحتها بقوامها مش ايه ما بتطراش منك. المحشي الخضره بتاعته شبت اهو ده وكزبره، انا مستخدمه 3 حزم كزبره وحزمتين شبت. في ناس بتحط بقدونس بس ايه ملهوش لازمه، يعني احنا الفايده المهم اللي عندنا هو الكزبره والشبت بس. يبقى ادي دي الخضره بتاعتنا وده الفلفل والثوم والجنزبيل، مكعب الماجي لو انت حابه تحطيه مش حابه براحتك. دي الزبده اللي حابب يزود منها يزود، بس انا بستخدمها يعني يا دوبك في الاخر خالص للطعم، لان انا بس مش بحب ايه الدهون الكتير في الاكل. والبصل وده كيلو رز، والطماطم يعني تقريبا يعني مثلا ايه انا باخدها بالشكل كده يعني تقريبا مثلا بتاعت كيلو وربع، بس الطماطم انت في ايدك يعني انت كده كده هتحطيها وما بتتصفاش، يعني بنضربها في الخلاط ومش بنصفيها. ولو انت حابه تزودي المقدار شويه براحتك، بس ده تقريبا ايه بتاع كيلو وربع كده يعني بصوا هم هم يعني. ودي هناخد برضه هنستخدم صلصه الطماطم، دي الصلصه اللي احنا عملناها الطريقه بتاعتها موجوده في القناه بشكلها الجميل. والتوابل بتاعتنا الفلفل الاسود والثوم الباودر والبصل الباودر برضه الطريقه بتاعتهم في القناه، دول طبعا مركزين وطعمهم حلو قوي. ودي البهارات وملح وكزبره ناشفه بس، ما بتحطيش حاجه ايه تاني الا بس بنضيف احنا كده كده الصلصه واحنا بنعملها بنضيف على الكميه كلها معلقه ايه سكر للحفظ. لا احنا هنحط بس معلقه صغيره سكر، ما بتعملكيش اي طعم خالص، بس بتعمل اي حاجه فيها صلصه معلقه السكر بتعمل ايه بتعادل الحموضه بتاعت الصلصه. وطبعا ايه الزيت، وانا ما بحبش استخدم بصراحه اللي هو ايه زيت كريستال ذره. دلوقتي المكونات بتاعتنا بقى اللي هنعمله دلوقتي ان احنا الطماطم بتاعتنا طبعا هتتغسل كويس قوي وهنضربها في الخلاط وبس، مش هنصفيها. البصل بتاعنا هنضربه في الكبه، الخضره بتاعتنا هنغسلها طبعا وننقعها في الخل ونقطعها. حابه تعمليها في الكبه مفيش مشكله، بس يعني اللي انت عايزاه، بس طبعا هي ايه عايزينها ما تبقاش صغيره قوي. والفلفل الرومي برده هنبشره وهنحطه ايه على الخلطه. يلا بقى نجهز كل ده، ودي المقادير بتاعه المحشي بتاعنا، ويلا بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا الميه بتاعتنا غليت وحطينا فيها الخل زي ما اتفقنا والزيت، هنحط فيها الكرنب اهو بتاعنا يا دوبك اقل من دقيقه بس كده وهنشيله اهو. دلوقتي خلاص هنشيل، شايفين الكرنب ما شاء الله شكله جميل ازاي وزي ما هو اهو كده. خدي بالك ان اول طبقه انت بتسلقيها بتحطيها في مصفى، وطبعا تحتها طبقه عشان الميه اللي هتنزل منها، لما بتيجي تحطي عليها طبقه بعد كده دي بتسويها اكتر، فتخلي بالك قوي من الـ من الـ من التكايه دي، علشان لو انت حطيتي اول مره بتيجي تحطي عليها اللي بعد كده بتبص تلاقي اللي تحت اتهرق، علشان كده ما ايه تخلي بالكم ان انتوا ايه تطلعوه بسرعه. هنحط بقى الجزء الثاني اهو، وبرده مش هياخد وقت وايه وهنطلعه على طول اهو. ادينا هنطلع الجزء الباقي، بصوا طالع ازاي، طالع كانه مترصص ايه اهو زي ما حطيناه. انت ما تحاوليش تقلبيه، هو بس هيبقى متغطي في الميه وايه وهتشيليه زي ما حطيتيه كده بالظبط.
دلوقتي اهو احنا خلصنا سليق الكرنب. والله يا جماعة ما خد معايا يعني 5 دقايق في رصه، هو اساسا طالع تقريبا مرصوص من الحلة، فهو زي ما احنا شايفين. بصوا الورق جميل ازاي، ده بيسهل عليكي جدا جدا، انت بتقطعيه وبتسلقيه ما بياخدش منك وقت خالص. الطريقة القديمة دي مقرفة جدا، ويمكن هي اكتر حاجة مقرفة في المحشي، هي ولفه طبعا. فدلوقتي بقى يلا ايه، انا عملت الطماطم وهعمل البصل، هوريكم بس ان الفلفل الرومي بتاعنا لازم هضربه مع البصل، لان هديله بس انا يعتبر هعمله ني في ني. فيلا دلوقتي بقى اوريكم هنعمل ايه. انت لو هتعملي البصل في الكبة انا مش عايزاه يطحن، يعني انا عايزاه يكون يعني كده وتقفلي، يعني انا عايزاه يتقطع. بس خلاص كده هقوم حاطه ايه، يعني انا فاضل لي دلوقتي جزء، هعمل بقى الجزء ده واوريكم هنحط معاه ايه الفلفل. يعني بصوا هو ده شكل ايه البصل بتاعي، مش عايزاه يكون مفروم اللي هي الميه بتاعته تنزل، لا عايزاه متقطع ايه بالشكل ده. انا اهو ضربت، هحط الفلفل بتاعي يتطحن معاه. هحط بقية الكمية. على فكرة يا جماعة الفلفل الرومي بيدي طعم حلو جدا. بس وخلاص على كده احنا حطينا تقريبا 1 كوباية زيت في الحلة. هنضيف دلوقتي البصل، هنحط بقى الفلفل الاسود والكزبرة الناشفة والبهارات. عايزة اقول لكم يا جماعة لما بتضيفوا البهارات والفلفل الاسود بتاعكم، وحطينا برضو الثوم البودر والايه والبصل البودر، لما بتضيفوا البهارات بتاعتكم مع البصل وهو بيتشوح كده بيدي طعم حلو جدا، والبصل بيتشرب من طعم البهارات نفسها. بصوا هنبتدي ايه، احنا دلوقتي في طريقتين للخلطة بتاعت المحشي. في طريقة ان انت تعمليه ني في ني، وفي طريقة تانية ان انت تعمليه مسبك، ده اللي احنا ايه هنعمله ان شاء الله ايه دلوقتي. الطريقة الني في ني، انت يا دوبك بتدبلي، مش بتدبلي يعني، يا دوبك البصل بتاعك ياخد 2 دقيقة على النار بالبهارات بتاعته، بتطفي على النار، وبتكوني بقى مش ضاربه الطماطم في الخلاط، لا انت بتكوني مقطعاها صغير قوي قوي، يعني هتقطعي الطماطم بتاعتك الكميه كلها صغير جدا. وبتحطي بعد البصل الصلصه بتاعتك والطماطم بتاعتك، وبعد كده بتحطي الخضره وهي متقطعه، وبعد كده بتحطي الرز، بتعايري الرز معاها وبس وخلاص على كده، وتبتدي ايه تحشي. انما انا مش بحب الخلطة دي بصراحة، يعني الخلطة دي بتحسسني ايه بطعم الخلطة بتاعت الممبار، فايه انا مش بحب الخلطة دي، لكن طبعا اللي انت ايه حباه. وفي حاجة كمان برضو ممكن اثناء ما انت بتحطي الخلطة دي، طبعا احنا حطينا ومعاه الفلفل الرومي، حابة تحطي ريحان، يعني ورق ريحان تطحنيه وورق نعناع، برضو بيدي نكهة حلوة، بس يعني برضو كل واحد ايه وزي ما بيحب. انا جربتها برضو ايه وجوزي وكده والولاد ما حبوهاش، لكن انت برضو حابة تحطيها، في ناس كتير ايه بتحب نكهة الريحان والورق النعناع ايه مع المحشي. دلوقتي اهو خلاص احنا مش عايزين البصل يقعد ايه اكتر من كده، هنضيف بعد كده الصلصة بتاعتنا. انا هحط ايه مقدار كبير من الصلصة، يعني مش ايه مش هحط مقدار صغير، بس هسيب معلقة من الصلصة وهقول لكم ليه. هنشوح الصلصة مع الايه مع البصل
برضو ده بيدي نكهة حلوة جدا للصلصة بتاعتنا. هنحط برضو الجنزبيل، الجنزبيل الفريش بتاعنا اللي احنا بشرناه، وهنحط معلقة سكر صغيرة، دي ما بتضيفش اي طعم بس بايه بتعادل الحموضة بتاعت الصلصة زي ما قلتلكوا في الاكلة بتاعت السبانخ، ان اي حاجة انت بتعملي فيها طماطم صوص كده سواء للمكرونة او في الطبيخ بتحطي معلقة السكر دي بتعادل الحموضة بتاعت الطماطم وبتدي طعم ونكهة حلوين قوي. هنسيبها بس دقيقة على النار اهو، وبعد كده هضيف ايه الطماطم المعصورة. هنضيف بقى الطماطم بتاعتنا وهسيبها بقى تتسبك نص تسبيكة على النار. اول ما تبتدي تلاقي الزيت بتاعك طلع فوق كده تعرفي انها ايه اتسبكت. الصلصة مهمة جدا يا جماعة في المحشي، لان الطماطم شفتوا انتوا كانت حمرة جدا، بس بعد ما بتتعصر ما بتبقاش حمرة، علشان كده الصلصة بتدي اللون الاحمر بتاعنا ده للصلصة وللمحشي. هسيبها بقى تتسبك شوية وارجع لكم تاني. بصوا دلوقتي احنا بنقطع الخضرة بتاعتنا، انا عايزة الخضرة بتاعتي ما تبقاش ايه متقطعة جامد، لو انت حابة هتفرميها في الكبة علشان مثلا مستعجلة، انا اوقات بعمل كده ببقى مثلا مستعجلة على الاكل فايه بروح فرمها في الكبة لو حجم الكبة ايه يسمح. فانتي لو جيتي تفرميها في الكبة يا ريت تفرميها تبقى ايه يعني كبيرة، يعني مش عايزاكي تديها ايه ضرب 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 جامد اللي هي ايه تتفرم خالص، لا انا مش عايزاها ايه تتفرم خالص. فاحنا دلوقتي هنقطع الخضرة علشان تبقى جاهزة ان نحطها على الصلصة بتاعتنا. بصوا الصلصة بتاعتنا هي اتسبكت، احنا بسبب ان احنا حاطين كمية صلصة كبيرة من اللي احنا حاطينها اللي احنا عاملينها بايدينا في القناة موجودة الطريقة بتاعتها، علشان هي طبعا بتبقى متسبكة فالصلصة بتاعتنا اتسبكت ايه بسرعة. المرحلة دي يا جماعة انتوا تقدروا تاخدوا منها مقدار كده على جنب بحيث ان انتي تقدري تخزنيها في الفريزر. طبعا انتي بتخزنيها بتكون بردت، يعني بتشيل جزء منها على جنب من غير الخضرة ومن غير الرز، وتشيلي منها بحيث ان انتي لما تيجي تعملي المرة الجاية بيسهلك جدا ان انتي تيجي تعملي محشي بعد كده. ماشي، هو في ايه يعني كمية زيت زيادة شوية، هحاول ايه اصفيهم علشان انا ما بحبش الدهون الكتير، هحاول اصفيها وهناخد بقى هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. دلوقتي هنحط الرز بتاعنا، احنا طبعا لسه ما حطيناش الخضرة، انا كل اللي حطيته بس اثناء ما الصلصة بتتسبك شفت الطعم الملح المناسب ليا وحطيت ايه مكعب مرقة الدجاج اللي انت حابة تحطيه حابة مش حابة ايه براحتك. اهو انا يدوبك هقلب الرز. بصوا يا جماعة انا عايزة الصلصة بتاعتي تبقى اكتر من الرز، يعني مش عايزة الرز هو اكتر من الصلصة اهو زي ما احنا شايفين كده، لان لسه ايه انا كده كده طافيه النار خالص، يعني انا اول ما الصلصه بتاعتي اتسبكت انا طفيت النار خالص. خلاص انا هو حطيت الرز وهحط الخضره ايه عليه على طول، اهو احط الخضره. الخضره يعني الحلو ان هي تتحط في الاخر خالص علشان فايدتها كلها تبقى معانا في الاكل سواء في المحشي او في اي حاجة تانية انت هتستخدمي فيها. بس هقلب بقى الخليط وهنقله في الحاجة اللي انا هبتدي ايه احشي.
بصوا دلوقتي زي ما انتوا شايفين دي الورق الكرنب اللي هو التخين شويه الاخضر اللي انا قلت لكم ايه، بنشيله على جنب بحيث ان انا بديله برضو يعني سليقه بسيطه جدا جدا، وبفرشه في الايه في الحله بتاعتي. وصدقوني لما تفرشي الكرنب احسن بكتير ما انت بتحطي العروق دي، عن تجربه يعني. وبرضه انتوا ممكن تجربوا الحاجتين وتشوفوا اني مناسب ليكم، ولو عندكم هو بس معلش علشان انا حسيت الخضره قليله شويه، فايه زودت الكميه اللي انا كنت هرشها من تحت، زودت الكميه ايه على الخلطه بتاعتي. فانتوا لو عندكم شويه خضره تسيبوهم على جنب وترشوهم ايه بعد ما تحطوا ايه طبقه الكرنب ده. وادي الخلطة بتاعتنا اهي جاهزة حمرة وجميلة وطعمها حلو جدا، انت بتدوقي الطعم المناسب ليكي. وهنبتدي بقى علشان ايه نحشي اهو دلوقتي. احنا هنحشي ازاي؟ بص اولا انت شايفين الورق بتاعنا عامل ازاي، بصوا ولا خدت وقت في تقطيعه ولا الكلام ده كله، ده يا دوبك بص بعد ما سلقناه بص شكله عامل ازاي ومتقطع جاهز. هناخد بقى دلوقتي اهو، هناخد مقدار من الرز، احنا مش عايزين بقى ايه نكتر الرز، عايزين الرز حبة صغيرين ماشي، يعني احنا عايزين الطعم الاكتر في الكروم. هتضيقي جامد كده وتلفي وتضيقي وتضيقي وتضيقي، بصوا اهو صباع المحشي معانا جميل اهو. هنعمل واحد تاني، في ناس بتحب ورق محشي الكرنب يكون صغنون اللي هو بيسموه قد عقلة الصباع، انا ما بحبوش قصير يعني بحبه رفيع، بس ايه اهو بصوا اهو بالشكل ده انا بحبه ايه كده يعني، مش بحب الصغنن قوي ده اهو. وهو كده كده لما بيستوي الرز بايه طبعا بيكتر شويه، بس انا مش عايزاه يكتر قوي، هتبص تلاقي ايه الطعم الرز والكرنب مش يعني طعم الرز طاغي على الكرنب. هعمل بقى الحله وربنا يعيني بقى، لان هو ده اسخف حاجه في اللف وفي المحشي كله، وارجع لكم على طول. بقى بصوا في تكايه مهمه جدا زي ما انتم شايفين كده، دي معلقه صلصه بالشوربه. التكايه دي يا جماعه بتخلي المحشي بتاعك بيطلع احمر. بعد كده هنزود الشوربه بتاعتنا ماشي اهي، احنا لسه ايه طبعا هنقلبه. بص انا عايزه مساحه حجم الميه يبقى زي ما انتم شايفين كده، يا دوبك اخر صف في المحشي يكون باين كده، يعني يعتبر نص صباع المحشي. الشوربه مع معلقه الصلصه دي هتطلع لك المحشي لونه احمر وجميل. لو انت عندك طبق يغطي مساحة الحلة حلو ان انت تحطيه، لان ده هيخلي بعد كده يعني بعد شوية بتطلعي، لان كده هيخلي المحشي بتاعك ما يفكش، بحيث ان انت لو ايه يعني مش ربطاه كويس. هنسيبه بقى يستوي على نار هادية خالص، وبعد كده هنشوف بقى شكله النهائي في الاخر. دي كمية الصلصة اللي احنا شلناها في الاول قبل ما نحط الخضرة بتاعتنا، انا بشيلها في كيس بحيث ان هي لما اجي مثلا اعمل اكلة صغيرة بتاعت محشي بتنجان او ورق عنب، الخلطة كده سهلة وموجودة معايا، وكل اللي بعمله ان انا بضيف عليها الخضرة والرز واحشي على طول. فانتي لما تحاولي تعملي كميه بزياده شويه، بحيث ان انتي لما تيجي اكله المحشي اللي بعد كده تسهلي على نفسك، وتبقى الايه الصلصه بتاعته جاهزه معاكي. هنروح بقى دلوقتي احنا حطينا المحشي يستوي على النار، لسه في المحشي تكايه في الاخر. للمحشي هنعمل له طشه جميله بالزبده والسمن، بس هنوريكم بس اول ما يجي يدخل في السوا. هنعمل بعد كده المحشي البتنجان والورق العنب. يلا دلوقتي اهو المحشي بتاعنا خلاص دخل في السوى، لونه احمر وجميل، هو بس مش باين علشان البخار. في بقى تكاية هنعملها
قبل تسوية، قبل ما نخلص تسوية المحشي هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. دلوقتي بصوا التكاية دي بقى مهمة جدا، احنا طبعا ما حطيناش الثوم، احنا حطينا الجنزبيل الفريش بس في الخلطة، ولا حطينا الزبدة. اهو دلوقتي هنجيب زبدة وثوم بس، مش هنحط عليهم اي اضافات تانية خالص، يا دوبك الثوم بتاعنا يعني يستوي، يعني اللي هو ياخد اللون بس الاصفر، هنروح ضايفينه على المحشي وهو خلاص داخل في السوى. التكايه دي مهمه جدا 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 يا جماعه في طعم المحشي، جربوها وهتفرق معاكم جدا. اهو بس الثوم ياخد اللون الاصفر الجميل ده معانا، وايه وهنحطه على الحل على طول. دلوقتي هنضيف الطشه دي على المحشي، مش قادره اوصف لكم الريحه قبل ما نحط الطشه دي وبعد ما حطيناها، يعني العماره كلها عرفت ان احنا بنعمل محشي. اهو هنقفل بقى عليه ونسيبه يتشرب بالزبده وبالثوم. انا الاول كنت بحط الثوم ني وهو بيستوي، والزبده لا، التكايه دي احسن بكتير يا جماعه، وهتعجبكم جدا وهتحسوا بفرق في الطعم جامد جدا. هنسيبه بقى يكمل سوا. لسه اقول لكم حاجه، التكايه بتاعت الزبده بالثوم دي يا جماعه، لو انت هتعملي المحشي بشوربه، هتسقيه يعني بشوربه بطه او بشوربه لحم ضاني، ما تحطيش الزبده، وهتحطي الثوم ني عادي، مش هتحمصيه في ولا في زيت ولا في سمن، وهتحطيه على طول ايه اثناء السوا في الاول خالص. لو انت هتعمليه بشوربه لحمه او بشوربه فراخ، تعملي بقى التكايه بتاعت الزبده بالثوم كده، جربوها بجد هتعجبكم جدا وهتفرق في طعم المحشي جدا. دلوقتي المحشي بتاعنا خلص اهو، جميل ولونه جميل اهو، وريحته مش قادره اوصف لكم. جربوه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، طبعا اللي لسه مبتدئ وما يعرفش يعمل المحشي ازاي، وبعتذر معلش للي كانت طلبته مني في التعليقات ان انا اتاخرت عليكي معلش في الوصفه شويه. وما تنسوش بقى اللايك والشير واشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله نكمل بقيه الانواع بتاعه المحشي. ودي كانت البدايه الكرنب. انا معلش هطول عليكم شويه في الفيديو ده عشان انا مش عايزه اقسم المحشي على فيديوهين، فانا عايزه اعمل المحشي بالانواع بتاعته كلها ايه في فيديو واحد.